تقول السائلة: جاءت للعمرة وعند الميقات جاءتها الدورة الشهرية فدخلت مكة بدون إحرام، وبعد انتهاء الدورة سوف تخرج إلى التنعيم وتأتي بالعمرة، هل فعلها هذا صحيح؟ كونها تركت الإحرام من الميقات بسبب الحيض هذا غلط، الواجب أنها أحرمت من الميقات، والحيض لا يمنع الإحرام. أحرمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن بعضهن في نفاس وبعضهن في حيض، أحرمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالحيض لا يمنع الإحرام، ولكن إذا طهرت تطوف وتسعى وتؤدي مناسك العمرة فتحرم من الميقات وتبقى في إحرامها إلى أن ينقطع الدم وتغتسل ثم تؤدي مناسك العمرة. أما أنها أخطأت تركت الإحرام وجاءت إلى مكة بدون إحرام وتريد الآن أن تعتمر، يلزمها أن ترجع إلى الميقات الذي تعدته بدون إحرام وتحرم منه. نعم.